بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هذا الموقع، من ميدان الشحانية للسباقات العجن، ميدان التحدي في منافسات السباق المحلي السادس، وفي أمسية جميلة تجمعنا هنا مع انطلاقات هجر أصحاب السمو الشيوخ والسعادة لسن اللقاية مع الخمسة كيلومتر. نتابع هذه الأشواط في هذه الأمسية في هذا التحدي المسائي الجميل، وفي انطلاقات السن اللقاية مع هجر أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. ما شاء الله، تسير هذه الأشواط والتحديات هنا قائمة على أرضية ميدان التحدي. شوطنا السابع انطلق بحفظ الله ورعايته، يحمل لنا جديد المنافسة والتحدي والإثارة على أرضية الميدان. نبدأ مباشرة بالتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ونبدأ أيضا مع تحديات المستشارة اللي خذت المركز الأول. أول الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، هذه المستشارة العايدة ملكيتها لهجر الشحاني، ويضمنها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه اللي قدم المستشاره على المركز الاول وعلى صداره هذا الشوط، بينما على المركز الثاني نتابع التواجد والتقدم في هذه اللحظات من وعد القادمه بقوه في هذا الشوط، والعايده ملكيتها لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني مع تقدم وعد في هذا الشوط، راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري في عملية التضمير مع وعد، بينما على المركز الثالث وتابع في ثالث المراكز تقدم جميل وانطلاق ممتاز. نتابع من خلال هذه اللحظات من ميمنة الميدان، نشوف الأسماء المتقدمة مشاهدين الكرام لنتابع التقدم، نتابع أيضا التحركات الجميلة من هذه الهجر المنطلقة هنا مع السن اللقاية. الاسم المتقدم هذه مبثوثة تتقدم من هجر الشحانية، ويضمنها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ناخذ المركز الرابع. وتابع التواجد في هذه اللحظات من نشره القادمة من هجر ام الزبار حمد بن سالم بن بريك المري، وخامس المراكز حور تتقدم في هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني حمد بن طالب بن علي الجربوع المري في عملية التضمير. الخمس المراكز مع اول اذاعة مع اول ندى في مسار وتحديات هذا الشوط، شوطنا السابع من اشواط هذا المساء من تحديات ميدان التحدي لسباقات الهجن ميدان الشحانية. نتابع هذه الاجواء المميزة هنا في امسية جميلة مع هجن اصحاب السمو الشيوخ مع هجن اصحاب السمو الشيوخ والسعادة على ارضية الميدان. نعود مباشرة الى المقدمة والصدارة مع البداية الاولى. يا سلام يا مبثوثة مبثوثة، غيرت مباشرة الى المقدمة. إذا مبثوثة غيرت إلى مقدمة الشوط من هجر الشحانية، تتقدم في هذا الأداء الجميل. إذا مشاهدينا الأعزاء، مبثوثة من هجن الشحانية متقدمة في هذا الشوط، وهنا المشاغب يتابع الموقف مع مبثوثة، بينما ناخذ المركز الثاني. وصول وتقدم جميل في هذه اللحظات، سيوف من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بدأ هناك بالتحرك الجميل مع تقدم سيوف على المركز الثاني والثالث المراكز. مزون تتقدم في هذا الشوط من هجر ام الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري، يقدم تحدياته مع انطلاقة مزون على المركز الثالث ورابع المراكز. المستشارة من هجر الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع رابع المراكز، وفي المركز الخامس حور تتقدم في هذا التحدي الجميل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني حمد بن طالب بن علي الجربوع المري من يتابعها في عملية التضمير. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعين الكرام،
ولكن هناك نعود إلى البداية وإلى المقدمة. 1500 متر عن خط النهاية تفصلنا بين وبين خط النهاية بقيادة وتحديات مبثوثة على المركز الأول على الصدارة الأولى. هجن الشحانية تقدم نجومية مبثوثة مع تحديات هذا الشوط. وهنا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية ينطلق هناك مع مبثوثة في المركز الأول وفي الصدارة في تحديات هذا الشوط. مع هذا الانطلاق 1200 للتذكير يا مضمرين موقعنا في هذه اللحظات. بينما على المركز الثاني مزون من هجن يوم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري، ولكن هجن الغرافة والهيبة قادمين في تحديات جميلة. وصلت هجن الغرافة في أول إذاعة، وسالم بن عامر المدهوشي يتقدم مع تقدم الهيبة. وفي المركز الرابع أرصد الوصول من رهف قادمة في هذا الشوط لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. محمد بن بخيت بن برقان وصل الصارم يتقدم في هذا الشوط، وهناك تقدم من وعد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي. ولكن عودة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى البداية. ما شاء الله تبارك الرحمن، مبثوثة ومزون في صراع ثنائي جميل على المقدمة في المركز الثالث. أرصد وصول الماجدة، أول إذاعة للماجدة بن هجن الشحانية. وصل الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يرفع راية التهديد مع الماجدة. الماجدة القادمة في هذا الشوط بقوة، عينها على الناموس. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. يا الشبل هو الماجدة، الماجدة الماجدة غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط. شكرا يا الشبل. هنا هجن الشحانية تتقدم مع الماجدة، والشعار الأدعم يقدم تحدياته في هذا الشوط مع الماجدة. سلام 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 لهجن الشحانية، سلام. شكرا للشبل جابر بن سالم بن فاران المري والماجدة بطلة لهذا الشوط. تهانينا والناموس، وأسعد الله مساك يا الشبل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني وصلت مزون من هجري أم الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من مريفة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت مبثوثة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب. وفي خامس المراكز كان الوصول من نخوة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، ناصر بن سالم بن ناصر طالح فيض المري. مشاهدينا الاعزاء، الماجدة بطلة هذا الشوط. نتابعها في ملخص الإعادة وناخذ التوقيت الزمني. لحظة وصول الماجدة إلى خط النهاية 7:33:54 جزءا من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فاران المري المركز الثاني من وصلت مزون، وتوقيتها الزمني 7:34:30. تهانينا لهجن أم الزبار ولجابر بن علي بن جابر النجم المري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من أمريفة، وتوقيتها الزمني 7:34:66 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية.